اعتمد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة شهر فبراير عام 2019 موعدا لإقامة النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني، والتي سينظمها المكتب الإعلامي لسموه تحت شعار خلك وحش، والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين الرياضي والإنساني. كما وجه سموه اللجنة العليا المنظمة للبطولة للإعداد والتحضير لإقامة التصفيات التأهيلية في يوليو القادم. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن فخره واعتزازه بما حظيت به هذه البطولة من متابعة ملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله، ساهمت بشكل واضح في نجاح وتميز هذا الملتقى الرياضي الذي شهدته مملكة البحرين لأول مرة في فبراير الماضي. وأعرب سموه عن الفخر بالرعاية والدعم الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن جلالة الملك المفدى، وبدعم وتشجيع جلالته الذي يدفعنا دائما لإطلاق المبادرات الهادفة للإسهام بتطوير وارتقاء القطاع الرياضي وتشجيع ودفع الشباب البحريني على ممارسة الرياضة، والذي ينعكس بدوره على ظهور المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، والتي يمكن من خلالها تكوين وتشكيل المنتخبات الوطنية القادرة على المنافسة وتحقيق المزيد من النتائج المشرفة في المشاركات والبطولات الخارجية. وأضاف سموه: لقد تشرفنا باستقبال جلالة الملك المفدى أيده الله لنا ولأعضاء اللجنة المنظمة العليا والفائزين بالمراكز الأولى بالنسخة الأولى، وهذا بلا شك أكبر فخر للجميع ودافع معنوي كبير لنا لمواصلة العطاء بديمومة العمل في قطاع الشباب والرياضة. وأشار سموه إلى أن بطولة أقوى رجل بحريني ولدت لتبقى من أجل أن تستمر في تحقيق الأهداف والتطلعات التي رسمها سموه من خلال هذه البطولة. ووجه سموه الدعوة لجميع الشباب البحريني بالتسجيل والمشاركة في منافسات التصفيات التأهيلية للبطولة.